الفريضة، الفريضة واش حاب يقول؟ الفريضة فقها وشرعا واش حاب يقول؟ حاب يقول هي بين قوسين التعريف اللغوي تاعها هو جاي من مصطلح الفرض، وباللغة الفرنسية لوبليغاتوار، يعني قبل هذا الفرض جمع فرائض، هذه الفريضة جمع فرائض، أي هي القطع والحز، هذا في اللغة، في اللغة العربية هي يعني كمصطلح. الفرض هي الفرض هكا كمصطلح فقهي. اما في الشرع بين قوسين في اللغه يعني احنا عندنا الفرض فاعله يؤجر وتاركه يؤتم، هذا فقها وشرعا. اما اصطلاحا وقانونا الا وهو انه هذا تحدد من يرث ومن لا يرث، هذا التعريف القانوني الشرعي الفقهي لهذا المصطلح الفريضة. كاين بزاف ناس في المجتمع الجزائري وعديد من الأسر ما يفقهوش في هذا المصطلح، يعني من هذا الباب لازم ننورهم ونقول لهم أن الفريضة هو أول إجراء يقوم به مباشرة بعد وفاة هذا الأصل، يعني وماشي شرط بين قوسين يقول لك أنايا يعني الوالي تاعي ولا الجد تاعي كما يقولوا عاش ما كسب مات ما خلى، لكن في عديد من الحالات مليحه تندار هذه الفريضه، ما مع انه ما عندوش يعني لتحديد العديد من الامور الاخرى، يعني هنالك وثائق هنالك كذا، يعني لازم تندار هذه الفريضه، ماشي لازم يخلي ممتلكات وما شابه ذلك باش تندار الفريضه.